من جانبه، شدد وزير خارجية قبرص على عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية بين مصر وقبرص. هذا وأضاف وزير خارجية قبرص أن مصر قامت بدور محوري وقيادي من أجل استقرار المنطقة، كما لفت إلى أن الممر البحري لغزة ليس بديلا عن أي معابر برية. تقديرنا لجهود مصر الكبيرة في جميع هذه الجبهات، لقد أبرزت قيادة رائعة وقامت بدور محوري من أجل استقرار المنطقة. أخيرا، إن الآفاق السياسية بالطبع محور رئيسي لاستقرار المنطقة، ووفقا لقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين هي نقطة مهمة جدا وخيار سياسي محوري. وقد أقرت القبرص بحق التقرير الذاتي للفلسطينيين ودولة فلسطين عام 88، وقد أثبتت قبرص في أنها تؤكد على موقفها ومبدئها في هذا الإطار. وناقشنا أيضا كيف يمكننا التنسيق على مستوى دولي وخاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وقمنا بتعزيز موقف مصر ودعمها في جميع الجوانب من خلال علاقتها بالاتحاد الأوروبي، وسنواصل هذا الدعم بكل ما أوتينا من قوة.